بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين بخير دايما يا رب. ان شاء الله النهاردة الفيديو المنتظر فيديو اخر انتاج من فرخ تهجين الحمام البخارة على النفاخ. طبعا زي ما شفنا قبل كده كان في كذا تهجين او كذا فرخ طلع من التهجين دوت. طبعا اتفرجنا عليهم من اول زغلولين طلعوا مباشر ولاد البخارة والنفاخ، والزغاليل اللي طلعت بعد كده اللي منهم ابو شوشه واللي منهم زغاليل كانت شبه النفاخ واللي منهم حاجات ما كانتش فيها اي شبه خالص ولا من البخار ولا من النفاخ. فالنهارده معانا ان شاء الله اخر زغلولين فرختهم، ومش هفرغ بعديهم حاجه تاني من التهجين دوت، لان انا خلاص فصلت الدكر عن النتايه وجوزت الدكر نتايه جمعيه وجوزت النتايه دكر كريزلي. فخلاص كده التهجين ده اخره معانا. هم الزغلولين اللي هنشوفهم النهارده دول، الزغلولين دولت اللي طلعوا فيهم حاجه مميزه ما طلعتش في العشوش اللي فاتت كلها ولا في اي زغلول من الزغاليل اللي فاتت. هنشوفهم دلوقتي من عمر يوم لعمر الفطام، العمر اللي هم بقوا فيه حجمهم كبير وشكلهم مكتمل ونموهم بقى كامل. هم مش مفطومين قوي بس لسه قربوا يتفطموا يعني، فداخلين على فطام. فبصور تقريبا في الفيديو دوت بقاله حوالي شهر، فمش عايز اطول اكتر من كده، فنشوفهم دلوقتي. فتعالوا بينا دلوقتي نشوفهم مع بعض ونرجع مع بعض تاني. وما تنساش اعمل لايك على الفيديو واعمل اشتراك في القناه وفعل الجرس عشان يجي لك اشعار باي فيديو بينزل على القناه جديد. وكمان ما تنساش تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويلا بينا. بسم الله ما شاء الله، والاول مره فيهم حته تطلع ببرنيطه يا جماعه. طبعا ديت ما حصلتش قبل كده فرخ ولاد البخاره والنفاخ، الحته دي هتطلع ببرنيطه، الحته الصفرة دي تمام، في برنيطه واضحه على دماغها اهي، الريش طالع لفوق طبعا ما شاء الله، بس مش هيطلع فيها شوشه. الحته الثانيه لسه مش باينه اذا كان هيطلع فيها شوشه او برنيطه ولا لا، بس على ما اظن احتمال كبير الحته الثانيه تطلع برده ببرنيطه. بص عليها كده، احتمال تطلع ببرنيطه. لا لا مش برنيطه، هي دي بس اللي هتطلع ببرنيطه اهي. طبعا الريش واضح معانا اهو اتجاهه لفوق ما شاء الله، حتتين اهم، حته صفراء وحته حمراء ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله، زغلولين اهم يا جماعه كبروا بفضل الله، خلاص يعني داخلين على سنين الفطام. طبعا ظهرت ملامحهم بشكل كامل يعني ما شاء الله. الزغلولين زغلول طالع شبه الام بالظبط، والزغلول التاني طالع شبه الاب بس ببرنيطه، بس الاب طبعا كان احمر، ده طالع اصفر تمام، اصفر في عشار ابيض وفي في شراويله بعض الريش الابيض ما شاء الله، شكلهم جميل جدا تمام كده. بص ما شاء الله يعني دولت من احلى الزغاليل اللي طلعت لحد دلوقتي تمام كده اهم. برضو ان شاء الله هيبقوا حمام تحضين تمام كده، هيبقوا حمام تحضين. بص البرنيطة بتاعت الزغلول ما شاء الله عامل ازاي، بص البرنيطة اهي شكلها غريب شوية، طالعة من ناحية برنيطة عريضة جدا ومن الناحية التانية زي الدبوس اهي.
تمام كده، من ناحية برنيطة ومن ناحية دبوس، يعني تقريبا نص برنيطة، يعني طالع برنيطة إيه؟ إيه على الناحية الشمال بس، إنما الناحية اليمين ما فيهاش، إيه تعتبر فاضية، شكلها غريب طبعا. تمام ما شاء الله، زغلولين أهم التاني، ولا في برنيطة ولا في كريست. تمام الاتنين شراولهم ما شاء الله جامدة، يعني شراولهم حلوة جدا. تمام أهم أهو يا جماعة، ما شاء الله زغلول عسول يعني ما شاء الله. ده في الغالب هيطلع الدكر، ده في الغالب كده هيطلع الدكر، عشان التاني طالع شبه الأم بالظبط، فده في الغالب بيطلع الدكر ما شاء الله. تمام كده يا جماعة، زي ما شفنا مع بعض ما شاء الله زغلولين حلوين دولت، أحلى زغلولين طلعوا من فرخ البخارة والنفاخ. تمام كده، بص ما شاء الله زغلول أبو برنيطة ده عسول قوي، برنيطة من الناحية دي شكلها حلو جدا، والغريب ان هو من الناحية التانية البرنيطة بتاعته زي الدبوس، اهي زي الدبوس طالعة من النص بس كده، مش طالعة برنيطة عريضة زي الناحية التانية. تمام ما شاء الله زغلولين شكلهم حلو. الزغلول دوت شبه النتاية بالظبط اللي هي أمه، تمام اللي هي بنت البخارة والنفاخ، فده شبه النتاية بالظبط، وده شبه الدكر بس الدكر من غير برنيطة ولونه أحمر، فده طالع لونه أصفر. طبعا دي من الحاجات الغريبة ان هم طلعوا اللون الأصفر ده، فما شاء الله دولت يعني انا شايف ان هم احلى زغلولين بعد ابو شوشه. ابو شوشه طبعا كان مميز بالشوشه اللي على دماغه، ممكن لو ده طلع نتايه نجوزه لابو شوشه، بس في الغالب ده هيطلع دكر، هو عشان في برنيطه انا كنت حابب ان انا اجوزه على ابو شوشه. ابو شوشه فيه طبعا الشوشه على دماغه وده برنيطه، فكانوا هيطلعوا فرخ يعني مميز شويه عن اللي احنا شفناه قبل كده. تمام كده، فدولت اخر زغلولين اهم. هنسك على كده موضوع التهجين دوت، يمكن بقى فيما بعد لو صدفت ان احنا عملنا تهجين انواع تانية، بس خلاص في النوع ده اخر مرة هنهجم فيها. تمام كده، وطبعا الموضوع كله كان للتجربة وفضول مش اكتر، يعني انا الزغلول دي ولا عمري بعت منها، ولا عمري جوزتها على حمام نفاخ، ولا عمري مثلا جوزتها على حمام بخارة، والكلام ده كله انا مخليها لنفسي يعني. تمام كده، ولا ببوظ سلالة ولا اي حاجة، الموضوع فضول وتجربة ذاتية لنفسي. تمام، فالناس بس اللي ايه بتقول انتوا هتبوظوا السلالات وبتاع والكلام ده، نبوظ السلالات لو انا فرخت زغلولين من حمام انواع مختلفه وبعت الزغلولين دولت لحد، الحد ده هياخد الحمام ده يجوزه تاني على انواع، وهيبدا ان هو يعك الدنيا، وهتطلع عندك سلالات ملطشه وسلالات بايظه من الحمام. فانا لا، ما بعملش كده، انا بفرخ الحاجه عشان فضول ان انا اشوف الفرخ بتاعها هيطلع شكله ايه، وفي الغالب يا اما بذبح الزغلول دي وباكلها، يا اما بخليها تبقى حمام تحضين زي ما شفنا في الجوز الكبار اللي هم اهالي دول. تمام كده، وفي الغالب انا ما عنديش دلوقتي غير ابو شوشه وهم الزغلولين دولت واهاليهم بس كده، من الموضوع ده كله او من التهجينات اللي طلعت دي كلها. ودول ان شاء الله لما يكبروا برضو هخليهم حمام تحضين، او اجوز مثلا فرد من دوت على فرد كريزلي او جمعيه واخليه حمام تحضين، والفرد التاني برضو لكريزلي او جمعيه ويبقى حمام تحضين، بحيث ان انا احضن تحت حمام حجمه كبير يديني زغلول صحتها كويسه. تمام كده، فهم يا جماعه الزغلولين. تمام، ونقفل الفيديو على كده. يا ريت لو عجبك الفيديو اعمل لايك على الفيديو، واعمل اشتراك في القناه وفعل الجرس عشان يجي لك اشعار باي فيديو بينزل على قناه جديد. ولو عندك اي استفسار او محتاج موضوع نتكلم فيه اكتبه لي في التعليقات تحت الفيديو، وان شاء الله اجهز لك الموضوع انزله لك على القناه في اقرب وقت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخوكم ابو مريم التونسي.